الراديو 90 90، هواها مصري. هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وكنت بتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه عن العائدين من ليبيا، وتحديدا الشباب اللي تم طبعا رجوعهم بالسلامه على ايد كل الاجهزه المصريه، وبذل جهد كبير جدا. ولكن سياده الرئيس كمان وجه بسرعه توفير فرص عمل ليهم او توفير مشروعات ليهم، وبالفعل اعتقد اجتمعت دكتور نيفين جامع وزير التجاره والصناعه، وكان اعتقد كمان موجوده معانا السفيره نبيله مكرم والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات، واشتغلوا هنعمل ايه في دول. فعايزين نعرف ايه اللي حصل، بالاضافه ان طبعا جهاز المشروعات بيقدم طول الوقت مشروعات كتير جدا مموله. طب المشروعات دي بقى هل بيوفروا لها فرص عمل من بره، من شباب تاني عايز يشتغل، ولا الشباب ده بيجمع نفسه ويعمل مشروع؟ خلينا نفهم كل ده من حضراتكم الاستاذ محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الاقليميه بجهاز تنميه المشروعات. يا استاذ محمد مساء الفل. مساء الخير على حضرتك استاذ احمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. نطمن كده من حضرتك الاول على اخواتنا اللي رجعوا من ليبيا، ايه اللي حصل معاهم؟ طيب اسمح لي بس في الاول اوضح ان احنا يعني في توجيهات من الدوله المصريه والقياده السياسيه ان احنا لابد من قيام الدوله باستيعاب العماله المصريه العايده من الخارج نتيجه طبعا التضرر من اوضاع كورونا بشكل عام. عشان كده اجتمعت المعالي الوزيره نيفين جامع وزير التجاره والصناعه، وباعتبارها كمان الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات، مع السفيره نبيله مكرم وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين، عشان نضع مع بعض الاطار العام كده في كيفيه التعامل والتصرف مع العائدين من الخارج بشكل عام. تمام. كان نتيجه هذا الاجتماع ان احنا اتفقنا على حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه ودي سريعه جدا، التعامل مع العائدين من ليبيا. الشباب المصري البطل اللي رجع نتيجه معاناه كبيره حصلت في ليبيا زي ما حضرتك اشرت. تمام. احنا في نفس اليوم اللي هم رجعوا فيه تواصلنا معاهم جميعا من خلال التليفون، واجتمعنا بيهم في اليوم التالي على طول مباشره عشان نشوف مدى خبراتهم وقدراتهم، ويعني المكان اللي كانوا الاماكن اللي كانوا بيشتغلوا فيها، وممكن نشتغل معاهم ازاي يعني عشان ننظم كيفيه التصرف معاهم. ده اعتقد الاجتماع كمان كان في بلدهم في بني سويف تقريبا. الاجتماع كان في بني سويف فعلا. يعني انتوا اللي رحتوا لهم؟ بحضور مدير مكتبنا في بني سويف والسيد نائب المحافظ، وشفنا بقى يعني من خلال القعده دي ان هم عندهم خبرات مش بطاله نقدر نبني عليها يعني. فلقينا منهم مجموعه كبيره فعلا عندهم استعداد، دي كانت مفاجاه بالنسبه لنا، عندهم استعداد يقيموا مشروعات في مصر. هم طبعا بقى عندهم شبه تحقق من عدم العوده لليبيا تاني، وخلاص يعني الموضوع بالنسبه لهم اتقفل. فكان لازم علينا ان احنا نساعدهم يعني، لان عندهم خبره في مجال المقاولات وتسمين المواشي وتجاره المواد الغذائيه وتجاره المواد البناء، ندشات الحبوب ووسائل النقل، يركبوا يعني يقدروا عندهم عربيات ربع نقل وميكروباص وما الى ذلك. يعني اتفقنا معاهم على خط لكل واحد فيهم ممكن نشتغل ازاي بحيث نوفر له فرصه عمل لائقه، او نوفر له مشروع يدر عليه عائد يغنيه عن الحاجه للسفر مره اخرى يعني. طب ده اتفضل. وانتهت القعده بان احنا خلاص تقريبا اتفقنا على كل الخطوات عشان نبدا نساعدهم. هنساعدهم ازاي؟ اول حاجه احنا بنحاول ناهل الشاب وبالذات دول تحديدا يعني عشان نخليه عندهم مقومات اداره المشروع من خلال تدريب هنعمله ليهم بحيث يبقى عندهم قدره على اداره المشروع بشكل جيد. ثم هنساعدهم كمان في استخراج المستندات الرسميه اللازمه لاقامه اي مشروع من المشروعات اللي تم الاتفاق عليها. ثم يلي ذلك مرحله التمويل، ودي يعني اسهل حاجه. وبعد التمويل هنفضل معاهم لحد ما نطمن ان المشروع فعلا وقف على رجليه وبقى وضع ثابت وبقى عنده فرصه عمل لائقه ودائمه يعني. ده اللي تم فيما يخص البعد الاول اللي هو التعامل السريع جدا مع العائدين من ليبيا. البعد الثاني وده طبعا يعني مدى اكبر لانه هو بيتعامل مع كل العائدين من الخارج المتضررين من ازمه كورونا اللي كانوا بيشتغلوا في دول كثيره في العالم. دول تقريبا لحد دلوقتي وصل عددهم 57,000 يعني، ممكن نستبعد منهم مجموعه العالقين ومجموعه الناس اللي رجعت مصر ويرجعوا ثاني مقر اقامتهم الاصلي في البلاد الخارجيه. لكن هيتبقى مجموعه فقدوا فرص عملهم في الخارج، ودول هيبقوا المستهدف بتاعنا خلال الفتره القادمه. احنا نتواصل معاهم ونفتح ابواب الجهاز عشان نشوف كل واحد فيهم يقدر يشتغل ايه ويعمل ايه ويقيم مشروع عامل ازاي، سواء باستغلال الاموال المتاحه ليهم من سفرهم وعملهم في الخارج او من خلال قروض وما الى ذلك. ساعتها نقدر نحدد مع كل واحد يعمل يشتغل ازاي. وخلينا استغل وجودي مع حضرتك وندعو كل حد رجع من بره وحاسس ان هو خلاص مضطر يستقر في مصر، باب الجهاز مفتوح، يتصل برقم الخط الساخن بتاعنا 16733. اه يقدر من خلاله يعرف عنوان الفرع بتاعنا يتوجه ليه،
هيلاقي كل الدعم. احنا يعني الفرع بتاعنا ده حاجه بتقصد في 27 محافظه يعني؟ فرع الجهاز احنا عندنا 33 فرع على مستوى الجمهوريه في كل محافظات، في كل محافظات مصر. يقدر يروح من خلال هذه الزياره، هيقدر اولا يطلع على مجموعه من الدراسات الجدوى الاسترشاديه المتاحه لدى الجهاز، يقدر من خلالها يشوف اقرب حاجه لخبرته لبيئته لدراسته، يقدر من خلالها يحدد نوع او اثنين او ثلاثه من المشروعات. نبدا معاه واحده واحده ندرس مدى امكانيه ان هو يقيم هذا المشروع، ونمشي معاه في خطوات التدريب، ثم التاسيس القانوني من خلال الشباك الواحد لاخراج استخراج المستندات، ثم مرحله التمويل وكل الخدمات الاخرى التي يقدمها الجهاز بعد التمويل. ده اطار العمل اللي اتفقنا عليه في حضور وزيرتي التجاره والصناعه ووزيره الدوله للهجره والشؤون المصريين. طيب راجعين من ليبيا، اعتقد ان حضرتك قلت انتهينا خلاص، سواء هم هيعملوا مشروعات وهيتم تمويلها طبعا من حضراتكم، او سواء ممكن يشتغلوا في مشروعات بالفعل موجوده. في طبعا عدد منهم يعني هو ما عندوش القدره ان هو يدير مشروع ويبقى مسؤول عنه، فاحنا دول بنبحث لهم دلوقتي حاليا بالتنسيق مع رجال الاعمال واصحاب المشروعات اللي واخدين قروض من جهاز تنميه المشروعات واستاذ نائب المحافظ والمحافظ بني سويف، عشان نجد فرصه عمل يعني تكون برضو لائقه، يعني تعوضوا شويه عن ما فقدوا من دخل كان بياخده من وجوده في ليبيا. طبعا حضرتك قلت لي رقم كبير جدا عن العائدين سواء كانوا عالقين او كانوا مقيمين، 57,000 حتى لو هنستبعد نصهم، ففي رقم كبير هيتبقى حوالي بتاع 30,000. 30,000 ده هل في قاعده بيانات عند حضرتك او مثلا في وزاره الهجره عشان تقدروا تتواصلوا معاهم، ولا احاول اساعد حضرتك من خلال حال بلدنا ان احنا لو بيسمعونا يتوجهوا للمكاتب؟ طبعا الدعوه من خلال حضرتك مهمه، ولكن برضو الدوله لم تقصر في هذا الشان، يعني وزاره الهجره مع وزاره التخطيط عندهم احصاء كامل بكل الناس اللي رجعت من بره خلال فتره الازمه من بدايتها حتى تاريخه، وبيزيد كل يوم القاعده، وعاملين استماره بيملوا فيها بياناتهم وخبراتهم وقدراتهم وكيفيه التواصل معاهم بعد كده، وده اللي احنا بنشتغل عليه حاليا في مرحله التصفيه او التصنيف، يعني عشان نشوف مين العالقين، مين اللي كانوا يعني في بره في رحله او في جوله او في ميشن او اي حاجه من هذا القبيل، ومين اللي جه وناوي يرجع تاني ما عندوش مشكله في ان هو يعود تاني الى البلد اللي جاي منها، ومين اللي هيستقر في مصر نتيجه ان هو فقد فرصه عمل. دول الاحصاء اللي بيتم حاليا عشان نستقر على العدد اللي هنبدا نشتغل معاه. هحط ده تحت عنوان كبير، كل اهالينا اللي رجعوا من بره ان شاء الله هيتوفر لهم فرصه عمل. طبعا هو العنوان اللي حطاها وزاره الهجره اسمه نورت بلدك، عشان فعلا بلده اولى بيه وبلده فاتحه ايديها وتقدم يد المساعده، وده توجيه من القياده السياسيه وتوجيه من السيده وزيره التجاره والصناعه، ان احنا يعني نبذل قصارى جهودنا في سبيل استيعاب كل من فقد وظيفته في الخارج. يعني خلينا طبعا استغل وجود حضرتك معايا واخد تفاصيل اكتر. حضرتك قلت لي يعرض عليهم دراسات جدوى للمشروعات اللي عندنا، هل عند حضرتك مشروعات وبيتم بقى توظيف الناس دي عليها او تمويل مشروعات ليهم، ولا ممكن انا لو عندي شاب وعندي مشروع جاي اتوجه لحضرتك وانت اللي تعملي دراسه الجدوى او انت اللي تموله لي؟ بص هو ده متاح وده متاح، بس طبعا اللي بيجي من خارج بيبقى نفسه يبقى عنده يعني بيسموه البيزنس الخاص بتاعه. طبعا فاحنا ما عندناش اي مانع ان احنا نتعاون معاه ونجد معاه نوع البيزنس المناسب ونشتغل على تاهيله وتمويله، ما عندناش اي مشكله في كده. احنا بطبيعه الحال المشروعات الصغيره هي مشروعات بتستوعب عماله يعني كتيره، وممكن اي واحد ممكن يعمل مشروع ويدخل معاه اثنين ثلاثه شركاء، لان احنا المشروع الصغير النهارده في تعريفه الجديد اللي صادر في القانون بيصل حجم عمله لحد 50 مليون جنيه، فيعني ده مشروع يعتبر يعني ممكن يستوعب عماله كتير ويستوعب شركاء كتير في نفس الوقت. فما فيش اي مانع طبعا ان احنا نشتغل على فكره تمويل مباشر لفرد او مجموعه افراد مع بعض يتشاركوا، او مجموعه افراد يتشاركوا اخرين يخشوا معاهم كموظفين او عاملين في المشروع ده. لفت نظري في كلام حضرتك حاجه مهمه جدا، وهي التدريب لتاهيل الشباب دي للمشروعات، فانت كده حسيت ان انت مقلل له الريسك اصلا للتجاره عامه اللي هي لازم فيها ريسك، انت مقلله له انك عامل لك دراسه جدوى وبتدربه وبتاهله وبتامنه لحد ما يكسب هيكسب، ما عندوش بديل تاني. بص هو احنا طبعا بيبقى يعنينا في الاول ان صاحب المشروع او اللي هيكون مشروع يبقى متحمل المسؤوليه وعنده قدره طبعا يدير المشروع، عشان كده احنا بندربه من الاول خالص على كيفيه بلوره الفكره، هي ازاي تتحول الى واقع،
وبعدين كيفيه اعداد خطه عمل تفصيليه للمشروع بتاعه والفكره بتاعته، زي ما لها دراسه تسويقيه، دراسه الفنيه والانتاجيه، دراسه الماليه، بيعمل بايده تحت اشراف مدربين متخصصين في ده. اي حد يعني لازم تصدقني بان اي حد بيشتغل بايده في الاربع حاجات دول بيبقى متحمل مسؤوليه اكتر من واحد بيشتغل على الجاهز. فاحنا عشان كده دايما بنحاول نضيف روح المسؤوليه لدى المتقدمين للحصول على قروض بهذه التدريبات. بعدها بنمشي معاه خطوه بخطوه في استخراج المستندات، ده اللي بنريحه فيه، بمجرد ان هو بيعمل الدراسه في ايده اللي هو تناسب وضعه وتناسب امكانياته وتناسب حجم القرض اللي هياخده، يعني كده خلاص وصل لقدر كبير جدا من الامان يعني. بعدها كمان بنفضل نتابعه اول باول في الشهور الاولى وبعد كده لحد ما ينتهي من سداد القرض، وحتى كمان لما بعد ينتهي من سداد القرض بنفضل نشوف مشاكله الفنيه، مشاكله التسويقيه، مشاكله الاداريه، وبنحاول نساعده فيها قدر المستطاع. بعد نسب يا فندم، نسب فوائد القرض دي بتختلف من مشروع لاخر، ولا ممكن اقول معلومه لكل بيسمعنا فيتحمس فان في نسبه معينه مثلا؟ بص، الاتجاه العام للدولة دلوقتي التشجيع على الصناعة، أولوية أولى في مصر التشجيع على الصناعة، الحد من الاستيراد، كل ده يستوجب إن الناس تفكر إزاي نصنع وإزاي نعمل اكتفاء ذاتي، ويعني نستغنى عن كثير من السلع اللي ممكن بتستورد حاليا وممكن نقدر ننتجها محليا. عشان كده إحنا عاملين مجموعة كبيرة جدا من الحوافز للمشروعات الصناعية. على سبيل المثال، أرخص سعر فايدة موجود في جمهورية مصر العربية في أي جهة بتقدم ائتمان هو اللي بيقدمها جهاز تنميه المشروعات الصغيره للمشروعات الصناعيه. اعلى حد تمويلي احنا بنصل للمشروع الصغير لحد 10 مليون جنيه للمشروع الصناعي. كمان الدوله بشكل عام مهتميه جدا بالمشروعات الصغيره الصناعيه، وعلى سبيل المثال بتنشئ عدد كبير جدا من المجمعات الصناعيه على مستوى الجمهوريه. لك ان تتخيل مثلا هيئه التنميه الصناعيه تبع لوزاره الصناعه بتنشئ حاليا 13 مجمع صناعي في 12 محافظه، منهم 9 محافظات او 10 مجمعات في 9 محافظات في صعيد مصر من اول الفيوم لحد اسوان. وكذلك وزاره الاستثمار وكذلك وزاره الاسكان، كل واحد فيهم عاكف ان هو خصص مكان وينشئ فيه مجمع جاهز، يعني وحده صناعيه جاهزه بكل المرافق بتاعتها، مجرد ان هو بياخد المفتاح ويحط المكن بتاعه ويشتغل. وفعلا احنا طرحنا مجمع في مرغم للصناعات الكيماويه ومجمع حر للصناعات المتنوعه في محافظه البحر الاحمر في مدينه الغردقه، وخلال الايام اللي جايه والشهور اللي جايه هتلاقي ال 13 مجمع كل واحد فيهم بيطرح على حسب التخصص بتاعه او كان نوع التخصص، نوع المجمع المفتوح لانشطه متنوعه يعني. مجهود محترم جدا الصراحه استاذ محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الاقليميه بجهاز تنميه المشروعات. لسه عايز اتكلم معاه كتير، يشرفني يكون بقى ضيف نقعد نتكلم في تفاصيل كمان كتير، عارف ان المستمع عايز يسال فيها بالنسبه للفوائد، المشروع هتقدم لمين، اروح لفين، بس روح توجه على طول او كلم 16 733.